تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة ما تبقى وفيها. بالتعاون مع منظمة هيومن أبيل البريطانية، الإعلامي يوسف حسين يقود حملة جمع تبرعات للاجئين السوريين. تحت غطاء الزوار الشيعة، تلفزيون سوريا يرصد إدخال إيران شاحنات أسلحة إلى سوريا، المدنيون ستائر، وما خفي في الصناديق أعظم. وبيانهم غير دقيق والاعتقالات مستمرة، الإدارة الذاتية تواصل فصل وملاحقة المعلمين في مناطقها لسوقهم قسراً إلى التجنيد الإجباري. حياكم الله. تحت عنوان الشتاء يقتل، ساعدنا لإنقاذ حياتهم، تحت هذا العنوان أطلق الإعلامي المصري يوسف حسين أطلق حملة الشتاء لجمع التبرعات لصالح اللاجئين السوريين في المخيمات والمناطق الأكثر حاجة، حيث في هذه الحملة تجاوز حجم التبرعات 77 ألف دولار حتى اللحظة. الآن هذه المبالغ سوف تقدم إلى منظمة هيومن أبيل لتتصرف هي، أي المنظمة بها وفقاً لرؤيتها، دعماً للنازحين والمهجرين السوريين في المخيمات. للحديث أكثر عن هذه الحملة معنا من إسطنبول الإعلامي يوسف حسين ومقدم برنامج جوشو. يوسف مساء الخير. أهلاً يا عمر. معاذ. معاذ آسف أنا معلش. لا تقلق ولا يمك. هذه الحملة، حدثنا عن هذه الحملة. هو أنا بس يعني رفض مصطلح التبرعات لإخواتنا اللاجئين. إحنا الحملة اسمها حملة الشتاء لصالح اللاجئين، ده واجب علينا وفضل، مش إن إحنا يعني المفروض إحنا نقدمه لإخواتنا وإحنا عينينا مكسورة بسبب تقصيرنا تجاهه. احنا الفكره جات لي من لما انا اكتشفت ان احنا الحمد لله بقى عندنا 8 مليون متابع على صفحتنا على فيسبوك. كنت فرحان جدا، يعني الرقم يعني اي نعم الواحد بيطمح دايما للزياده، لكن انا كنت مبسوط بالرقم بصراحه. قلت طبعا انا كان نفسي استغل الجمهور ده، ودايما كان يقولوا علينا ان احنا مؤثرين، ويقول لي انت من المؤثرين، وكلمه مؤثر دي بسمعها كتير قوي عليا. لما اطلقت الحمله انا من النوع المتشائم، قلت يعني هنجمع كام، يعني يوم ما نقول الله عليا 5000 دولار. فأنا اكتشفت ان لا، ان انا الحمد لله يعني مش انا اللي مؤثر قد ما جمهوري، واللي هو المفروض هو اللي يشكر على انا في الاخر انا اتبرعت بكام في الحمله ديت مقارنه باللي اتجمع. لا، هي المفروض يشكر بحقيقه وحقيقه هو الجمهور وكل الناس اللي يعني شاركت لصالح اخواتنا اللاجئين، ان هم يساهموا في تدفئه الناس اللي هم مننا، اللي هم اهالينا، اللي احنا دايما مقصرين معاهم، واللي هم ما لهمش اي ذنب في اللي هم فيه. الحمد لله يعني ما كنتش اطمح ابدا بالرقم ده. عايز اقول لك ان انا اول ما وصل 70000 دولار قررت ان انا اعلي الريت بتاعنا، ان احنا ان شاء الله نوصله ل 250000 دولار. طيب. ولو وصل 250000 دولار هطمح لاكتر من كده، ان احنا نوصله لمليون دولار. احنا فيديوهاتنا على السوشيال ميديا بنعمل اسبوعيا عشرات الملايين من المشاهدات. يعني دايما بقول للناس يعني دولار ممكن ما يفرقش معاك، بس انت متخيل ان يعني في ناس على فكره في الحمله متبرعه بدولار بحقيقه حقيقي، يعني في ناس كتير كمان دخلت واتبرعت بدولار وبخمسة دولار وبعشرة دولار، لكن اللي اتبرع بدولار ده على فكره يعني عايز اقول له انت ما تتخيلش انت هتدفي كم انسان، انت هتغطي احتياجات كم انسان، انت مش متخيل. يمكن انت حتى لو انت مستصغر الرقم، انا عارف ان في ناس كتير جدا محتاجه للمبالغ ديت، لكن انا بقول لهم يعني انتوا متخيلين احنا كلنا بنسعى ان احنا يعني ندفي الناس اللي حوالينا، سواء اهلينا اولادنا اخواتنا، اللي قاعد في البيت لابس جاكيت محترم معاه البطانيه بتاعته ومتدفي، الدفايه شغاله، في وقود ان هو يدفي نفسه. لكن انت يعني كمان علينا دور ان الناس اللي مننا اللي دايما منسيين في المخيمات، اتمنى برضو ان يكون كلنا، يعني بكلم انا مش كيوسف او كبرنامج جوشو قد ما بكلم كل الجمهور بتاعنا، ان احنا كلنا علينا دور تجاه الناس او اهلينا دول. يعني طيب جيد، حتى اللحظه المبلغ وصل 78000 دولار. منذ متى الحمله يعني اطلقت؟ الحمد لله بيزيد كل دقيقه كمان، ودي حاجه انا سعيد بها جدا. منذ متى الحمله اطلقت؟ بقى لنا كده 5 ايام. والى كم مستمره؟
انا يعني انا كنت أو يعني اول مره طلعت يعني كنت بفكر انها خلاص يعني هي مره وخلاص، لكن دلوقتي احنا هنكملها لمده شهر، وزي ما قلت لك انا يعني بطمح ان احنا كجمهور البرنامج، طيب وطبعا يعني مش بس جمهور البرنامج، اي حد بيتفرج علينا يقدر ان هو كمان يساهم ان هو يساهم لصالح اخواتنا اللاجئين. انا على فكره انا ساعات بتلخبط وبغلط وبعتذر لما بقول ان هي تبرعات، لكن المفروض هي مش تبرعات، هي واجب علينا ويعني ومسؤوليه علينا كلنا لصالح اخواتنا اللاجئين. الآن المبالغ التي يقدمها الجمهور أو الذين دخلوا في هذه الحملة، هل يمكن أشياء عينية أم فقط نقد كاش يعني؟ والله اللي أنا عملته يعني الحملة اللي معمولة دلوقتي مع منظمة هيومن أبيل، وهي منظمة يعني ليها تاريخ كبير جدا في العمل الخيري وخبرة إن هي تقدر توصل مساعداتنا للناس اللي تستحقها، اللي إحنا عملناه هو تكون حاجة إن هي تكون فلوس أموال، وهم هيترجموا الاموال ديت لمساعدات سواء كانت بطاطين، وقود، خيم، جميع المستلزمات اللي يحتاجها اخواتنا اللاجئين. اعتقد ممكن ان هم اكيد يعني وانا اتواصل معاهم وهم يتواصلوا معايا في ان احنا ممكن لو في حاجه عينيه او كده، دي حاجه تانية ان شاء الله ممكن تكون في رمضان او بعد رمضان او في اي وقت يعني. لكن اللي دلوقتي ان اي حد يقدر يدخل على اللينك وان هو يحدد زي ما قلت لك من دولار لحد، يعني في ناس اتبرعت ب 2000، في ناس اتبرعت ب 700، ب 1000، ب 500 دولار، ب 100 دولار، في ناس اتبرعت بدولار، في يعني كمان رسائل يعني كلها يعني في واحد اتبرع بدولار وبيعتذر، انا شايف ان هو يعني هو ما فرقش حاجه الحمد لله. صحيح الرسائل كانت مؤثره على صفحه جداً. الحمله الان كل دول العالم يعني شفت ناس من فلسطين بيعتذروا لاهلنا في سوريا، فانا يعني اتأثرت جدا برسائل الناس اللي بتساعد او بتساهم لصالح اخواتنا اللاجئين. زي ما قلت لك انا يعني انا مش حابب تبرعات، انا حابب ان احنا لصالح اخواتنا اللاجئين لان ده دور علينا، وكنت بغلط ساعات يعني. نعم، وعلى صفحة الحملة مكتوب انه هذه المنظمة هيومن أبيل يعني قد تصرفها اما بطانيات او طعام او شراء خيم، يعني ايا يكن هذا المبالغ سوف تذهب. البعض يقول لك تأخرت يعني الشتاء على وشك الرحيل. بص للأمانة عايزة يعني ده تقصير مني، انا لو اعرف من الاول ان الموضوع هيكون مؤثر كده كنت انا اصلا يعني دي حاجه ما كانتش في بالي، يعني الواحد بيساهم بشكل شخصي، لكن ان انا استغل الزخم اللي عندي والجمهور اللي عندي في ان احنا فعلا يكون لينا دور، يعني كده دي البدايه بس. يعني انا بقول لحتى لجمهورنا ان شاء الله يعني هحتاجكم لسه قدام في حاجات كتير جدا، انا بس بدأناها كده بمسؤوليه مجتمعيه علينا كلنا تجاه اخواتنا اللاجئين. اذا يعني في قادمات الايام ربما كذلك تقود اشياء اخرى ان شاء الله باذن الله. انا بس انا ما كنتش متوقع فعلا ان الناس جيد، والان اكتشفت هذا الامر. نعم. الان تقول انك مؤثر والمؤثرون والمؤثرون في العالم العربي هل يفترض ان يستخدموا تاثيرهم لمثل هذه الامور؟ برايك اين يذهب تاثير هؤلاء المؤثرين؟ انا اكتشفت ان احنا مش مؤثرين ولا حاجه، احنا من غير الجمهور فعلا يعني ابيض، احنا فعلا يعني من غير جمهورنا ما نسواش اي حاجه، الجمهور هو اللي بيصنعنا وجمهورنا هو فعلا اللي مؤثر بحقيقي وحقيقي مش احنا خالص. فطبعا يعني لو كل مؤثر او كل واحد شايف نفسه عنده جمهور بحقيقي وحقيقي يحاول يستغل ده او يقوم بدوره المجتمعي تجاه احنا دايما حتى يعني البرنامج اللي هو جوشو الهدف الرئيسي منه ان احنا يعني نشوف شعوبنا في قدر عالي من الكرامه والرقي المعيشي، فبالتالي يعني ده اللي احنا بنسعى له دايما. فطب ما احنا ممكن برضو لنفس الجمهور اللي بيتمنى او بيطمح لشعوبنا او دولنا بالشكل اللي هو يتمناه ان هو برضو يساهم ان يعني اخواتنا اللاجئين دول جزء من شعوبنا جزء مننا، فبالتالي احنا كلنا علينا دور. ونحن العرب من اكثر الامم التي باتت تصدر لاجئين للكرة الارضية ربما. للاسف طبعا، نعم للاسف. أود أن أسألك المؤثرين العرب ما رأيك بهم؟ ما رأيك بأدوارهم؟ يعني بص يعني أنا ضد التعميم، في ناس يعني في ناس كويسة كتير، في ناس ما يعني هم مش مؤثرين قد ما هم يعني بص مش عايز أجيب في سيرة حد، خليني في نفسي بدون أسماء لا يعني مش عايز أعمم، في ناس كتير كويسة وفي ناس كتير محترمة وفي ناس كتير ساهمت في قضايا مجتمعية حقيقية، وفي ناس لا شايفة إن ده هي أصلا بتخاف تقرب من المساحة ديت يعني الأسباب شخصية يعني أنا مش حابب أدخل فيها يعني. طيب هل يمكن بعد هذه نجاح هذه الحملة أن يجتمع عدد من المؤثرين العرب وينشئوا كيانا افتراضيا
ويوجهوا يعني الأشياء باتجاه صالح هذه الشعوب العربية. هل يمكن كي... أنا عايز... طيب أنا عايز أقول لك معاذ إن أنا إن شاء الله قريب يعني من باب إن أنا بحاول كده بس أعمل ولو حاجة بسيطة إن أنا هعمل تحدي اسمه يعني كان يعني حاجة جت في بالي وإن شاء الله أنا يعني هبدأها بيك أنت كمان كمعاذ على السوشيال ميديا وهتحداك إن أنت تشوف أغلى جاكيت عندك أغلى جاكيت عندك في الدولاب تشوف سعره كام وتتبرع بحقه بما إنك أنت الجاكيت ده بيدفيك فأنت عندك إخواتك اللاجئين تقدر إن أنت تساهم لصالحهم بسعر الجاكيت ده عشان هم كمان يحسوا بالدفء اللي أنت حسيته من الجاكيت اللي عندك. فأنا مش عارف أنتوا بتسمعوا عندكم في سوريا ده جاكيت برضو صح؟ نعم طبعاً. أو المعطف بتاعك شوف أغلى معطف عندك في الدولاب أنا يعني أتمنى إن أنت تشوف سعره كام وتتبرع لصالح الحملة. وأنا قابلت التحدي وهذه يعني دعوة حميدة وتحدي حسن. يوسف حسين فعلا أنت على الصعيد الشخصي هل تشعر بشيء بأنك أديت شيء تجاه هؤلاء يعني نفسيا تشعر هيك بشيء من الرضا؟ يعني بص في أول يوم بصراحة يعني قلت الحمد لله الرقم 20,000 ده حاجة جميلة جدا. بعدين لقيت اليوم 30 40 50 60 70 داخلين على 80,000 دولار. فلا انا لحد دلوقتي انا مش راضي وحاسس ان انا بطمح لاعلى من كده. انا خلال الشهر ده ان شاء الله حاسس ان احنا هنوصل يعني هما قبلنا انا اتفاجئت ان هما حاطين تارجت 250,000 دولار. انا بقول لا احنا بنعمل يعني في عندنا مقطع الاسبوع ده جايب 4 مليون مشاهده لو كل واحد بس اتبرع بدولار نقدر نجمع 4 مليون دولار. فانا بطمح ان الناس تتفرج عليا دايما هوجههم يعني تجاه قضايا معينه قضايا مجتمعيه مسؤوليه علينا كلنا ان احنا كلنا نساهم في حاجه زي كده ان شاء الله. الاعلامي يوسف حسين مقدم برنامج جوشو كنت معي مباشره من اسطنبول شكرا جزيلا لك. شكرا يا معاذ وما تنساش التحدي. لا قابلت التحدي وعلى الرحمه والسعه ومستنيك تمنشني على السوشيال ميديا علشان اقول للناس ان دي كانت بدايه التحدي. حمنشنك يا باشا إن شاء الله مستنيك. أهلاً أهلاً الله يخليك مع السلامة. نقل الحرس الثوري الإيراني شاحنات أسلحة من الأراضي العراقية إلى سوريا مروراً بمدينة البوكمال الحدودية تحت غطاء زوار الشيعة. مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا قالت إن الميليشيات استخدمت حافلات تحوي زواراً من الطائفة الشيعية من العراق إلى سوريا يقدر عددهم بأكثر من 80 شخص. أدخلت معهم ما يقرب من 10 شاحنات تحوي أسلحة متنوعة وذخائر. بحافلات الزوار وبغير حافلات الزوار سوف تستمر إيران بإدخال هذه الأسلحة. الحرس الثوري لن يعدم وسيلة لتهريب هذا السلاح إلى مقراته في الميادين في بادية الميادين ربما يصل إلى دمشق
مع الزوار إلى دمشق. السيدة زينب لا أحد يعلم أين يجمع الحرس الثوري أسلحته. بالتأكيد هو يلجأ لهذه الأساليب بعد الضربات القاسية والدقيقة التي تلاحق قوافل الحرس الثوري المارة من العراق إلى سوريا، مع الزوار إلى الأماكن المقدسة يدخل السلاح. ولا مشكلة، لا مشكلة عند الحرس، حتى لو ربما هذه الحافلات قصفت لا مشكلة لديه، لا مشكلة على الإطلاق. هو لديه فتوى ولديه تخريجة دينية لكل هؤلاء النسوة والأطفال. لا شك خطوط أمداد الحرس الثوري من العراق إلى سوريا الآن مرصودة، هي ليست مرصودة 100%، لكنها تعرضت لضربات أنهكت الحرس وكبلت الحركة الاستراتيجية الحرس الثوري والحركة التكتيكية كذلك من العراق إلى سوريا. عموما ربما يكون تجميع هذه الأسلحة أو جزء من هذا التجميع ربما يكون في السيدة زينب. الميادين والبوكمال وأريافهما أو مدينة دير الزور من باب أولى موجود فيها مستودعات الحرس الثوري. لكن في مسألة تخزين الأسلحة في السيدة زينب، هذه ربما يختزنها الحرس الثوري لليلة ليلة في دمشق ربما تكون قريبة، لأن الأشياء بينهم وبين الروس لا تشي بخير. الأمور بين الروس والنظام والإسرائيليين سائرة على قدم وساق، والإيرانيون يبدو حتى اللحظة غير قادرين على الالتحاق بركب هذا المسار الثلاثي الروسي الإسرائيلي مع النظام والمدعوم أمريكيا لا شك. فالإيرانيون من باب أولى قد يقول البعض هم بلا أدنى شك ربما يلجؤون إلى تخزين أسلحة في أماكن في قلب دمشق وفي على أطراف دمشق وفعلها حسن نصر الله في بيروت في الضاحية وتحت الملعب يخزن صواريخه الدقيقة حسن نصر الله لليلة ليلة ربما تأتي، والبعض يقول ربما تأتي في دمشق قريبا. الخيارات لدى الإيرانيين، الإيرانيون الآن يعيشون طورا من الانتصار ومن النشوة الخادعة، البعض يقول لن تدوم. هم تلقوا صفعة قاسية في اليمن، الهجوم على مأرب تم كسره، ما استطاعوا حتى اللحظة إنهاء الأمور في مأرب. ربما البعض يقول لو استطاع الحوثيون السيطرة على مأرب سوف يمتد هذا الأمر بالضرورة إلى العراق ومن ثم إلى سوريا في هجمة إيرانية ثلاثية في العراق وفي سوريا وفي اليمن بعد وصول جو بايدن. أخضع الحرس الثوري الإيراني عناصره من المتطوعين السوريين في محافظة دير الزور، أخضعهم لما أسماها دورة شرعية لتعلم المذهب الشيعي. قال لك دورة شرعية لتعلم المذهب الشيعي. مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا قالت أن القائد العسكري في الحرس الثوري الملقب بالحاج دهقان أجبر عناصره المتطوعين في صفوف الحرس على الخضوع لدورة تأهيلية للاطلاع على المذهب الشيعي تحت مسمى فقه مذهبي آل البيت.
دورة شرعية لتعلم فقه مذهب آل البيت. العناصر السوريين المتطوعين لدى الحرس من هم؟ معروف هذا الأمر، يعني هم مجموعة من الصبية، مجموعة من المراهقين غير المتعلمين الذين ضاقت بهم السهول، وعلى الغالب جزء كبير منهم يعني مدمن على الكبتاجون والمخدرات والحشيش، وهذا أمر بات معروفا، والإيرانيون هم من يروجوا هذه الصنوف المخدرة أصلا. يريدون تعليم هؤلاء الصبي، هؤلاء المراهقين الذين لا لهم لا في العير ولا في النفير التاريخ الإسلامي من وجهة نظرهم، يعني أن الخلافة لعلي وأن معاوية مغتصب. طيب هذا ابن 16 أو 17 عاما الذي يأكل الكبتاجون والحشيش من وجهه أكلا، وما بقي في ذراعه ربما موضع شبر إلا وبه طعنة إبرة كوكايين، هذا ما الذي يدريه بعلي، وما الذي يدريه بمعاوية، وما الذي يدريه بالطف، وما الذي يدريه بصفين وبكربلاء وبآل البيت وبالأئمة، ما الذي هذا؟ يعني إن قرأ اسمه بطريقة صحيحة فهذه تعتبر يعني نهاية سعيدة للكوكب. هؤلاء الإيرانيون والحاج دهقان، هذا الحاج دهقان، طبعا هناك الحاج عسكر، والحاج دهقان والحاج عسكر هما كشهاب الدين وأخيه، البعض يقول بلا شك، يعني الحاج دهقان يأتي كي يعلم هؤلاء، لكن البعض يقول لن يستطيعوا، لن يفلحوا في مسألة التغيير الهوياتي للمجتمع السوري تحديدا في شرقي دير الزور، لن يستطيعوا هؤلاء الإيرانيين. هم بذلوا ويبذلوا وسيبذلوا كل متاح وكل ممكن من أجل أن يخلقوا بيئة موالية لهم شرقي سوريا، لكن مع الأسف حظا أوفر ما بقي أحد أصلا من أهالي تلك المدن، الجميع هرب من هذه الوجوه الصفر، والذين بقوا لا يعول عليهم، هم سرعان ما ينقلب هؤلاء الذين سيعلمهم فقه مذهب آل البيت. بالتالي يعني حاج دهقان يعني مع الأسف حظا أوفر حاج دهقان. قالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن الإدارة الذاتية تواصل عمليات الاعتقال والفصل والتضييق على المدرسين في مناطق سيطرتها بمحافظات الرقة والحسكة ودير الزور، وذلك خلافا للبيان الذي أصدرته. الرفاق في قسد يواصلون الفصل والاعتقال، يواصلون. تجاوزت حصيلة المدرسين الذين اعتقلتهم قسد وجندتهم في صفوفها تجاوزت 350 مدرسا في عموم مناطق سيطرتها، في حين توقف نحو 1800 مدرس توقفوا عن ممارسة العمل التعليمي حتى إلغاء قرار التجنيد المفروض عليهم. قصد تفرض التعليم أو التجنيد الإجباري على هؤلاء المعلمين، والذي يتهرب يفصل.
البعض يقول لك يعني هذه قسد، إن الزرازير لما طار طائرها هكذا الرفاق في قسد هم يسوقون الناس سوقا للخدمة في صفوفهم. هذا عدا عن فرض مناهجهم هم في مدارسهم، هم يفرضون المنهج الذي يريدونه ثم يفرضون على مدرسيها على المدرسين لهذه المناهج الخدمة في صفوفهم، والذي لا يعجبه فليشرب من ماء الفرات سوف يفصل. قسد هم الحاكمون بأمرهم، والبعض يقول هذا زمانهم، لكن الأيام دول. هكذا الكثير من أهل المنطقة يقولون للرفاق في قسد إن الأيام دول، بلا شك. ده ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء تقويت دمشق، ما تبقى في أمان الله.